الدكتور خالد العبيدي شخصية محترمة وذكية وبراغماتي، يعني يعرف يشتغل سياسي، هذا مطلوب بالسياسة تمام، وإلى حضور حتى بالاجتماعات بكذا، عقليته منتجة، وأعتقد يعني يستحق أكثر مما هو الآن. وبالتالي هو الحديث عن فكرة أن يكون بديل للسيد الحلبوسي، هذا حقيقة لو لا مجرد والله هو هذا تصريحات الحقيقة هو هذا نسمع مثل أنت تسمع وأنا أسمع.